التحدي للمدرب سيبيريا الذي يعتمد على فهد الجهني. إذا ماجد سعود عبر قنواته وتطبيق دوري بلس يصاحبكم في هذا اللقاء. سيري لوزيلان لكن يتركها لبوديسكو الآن. مبارك يا سلام الآن، وسيبيا يسدد بالقدم اليسرى على غير العادة. هذا البرازيلي الذي سدد لهذه اللقطة. درياس باراكا، باراكا الآن إلى كريستان. جول 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 جول. أوهو الشباب حتى الآن تشجع، وكذلك جماهير سيبيا. سيبيا سيبيا يسدد جول جول جول. يحاول إلى أندرياس. أندرياس باراكا الآن يسدد، لكن عواجي يتصدى لهذه الكرة. قد يتفرغ للصناعة. نعم إلى مبارك. الله الله الله. الثاني جول 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 لمصلحة الشباب. اللاعب أندرياس ماجد الآن. بانجور الآن يحاول. يا سلام الآن جوناثان كول. لا لا يا عواجي 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 يرفض أي أمل. 100% هو أمل في الجولات القادمة. كريستيانو كريستيانو الآن يسجل جول لمصلحة الباطن. يسجل هدف تقليص الفارق. لقطات المباراة آخر لحظات بالنسبة لفريق الباطن. ورشفان المتوف يعلن صافرة النهاية.